وجود رئيس الشبكة داخل الغرفة أوصل لضبط جميع أفراد الشبكة بالمكان. تبين وبحسب الجوادل المضبوطة أن الأسماء زيتا موجودة على الجداول اللي ضبطت بالسابق، ونتيجة التحقيق أيضا تم التأكد أنه إحدى الفتيات اللي عم بيتم تشغيلهم هي آصر. بالتحقيقات بين معنا انه مزبوط، في بنت قاصر عمرها 16 سنة تم بيعها الى رأس العصابة بمبلغ $500 امريكي، وتم حجز اوراقها الثبوتية. هلأ كمان بالتحقيقات معها تبين انه هاي البنت لما جابت على لبنان كمان تم واحد تجوزها صوريا، وجابها على لبنان، دفع لبيها بين $200 و$300 أمريكي، وقبض من رأس العصابة $500 أمريكي. يعني طلعت التسعيرة بين $200 و$300، وصلت لجيبته للشخص اللي تاجر فيه. ومن بعد وقت قصير وصل رئيس قسم المباحث الجنائية العامة بالوكالة للمكان. تم اقتياد الموقوفين لسكنة حبيش للبدء بالتحقيقات. كلنا سوريين.
عاملين جداول باسماء فنيه للبنات اللي بيشتغلوا بالدعاره، مثلا ناتالي والى رمز ان، هبه رمز ب، مرمزينهم سوسن، ريم، ساره. هودي 9 بنات، كل وحده قديش بتشتغل بحطوا لها 50، يعني 50,000 ماخذه. هن توفرتنا معلومات انه البنات اللي بيشتغلوا بهالمبنى ضمن نقلهم على مبنى اللي دهمناه اليوم. من خلال الاسماء الفنيه بتبين انه سيدرا هو اللي تحيي سيدرا. هون عندك شهد، وين هي؟ هاي شهد. هيفا، هيدي هيفا. ريم، هيدي ريم، هيدي ريم. هبة، هيدي هبة. وهيفا، هيفا قلناها. وهذا جدول اليوم، هذا جدول اليوم السبت 15/12/2012. السبت كل وحده بدها، هذا تاريخ 11/12 لما دهمنا بصربة، هذا تاريخ 15/12. ايش شغله كل وحده؟ فهيدي البنت اللي عمرها 16 سنه ما عندها كان شيء ثاني تعمله، ولا كان عندها مخرج او مهرب، اجبرت على التعاطي بالدعاره عمرها 16 سنه، ما بتعرف حدا بلبنان. ف يعني صنفت كضحيه اتجار بالبشر من دون اي شك.